اضطرابات في المعدة والجهاز الهضمي مرة مرة إسهال ومرات أخرى إمساك أو قبض الغازات ولا المصارن المنفوخين، هذا كله متعلق بالتغذية والجهاز الهضمي. الأستاذة حنان أزرقي غتقربنا أكثر من التغذية الملائمة الجهاز الهضمي. ديانا صباح الخير أستاذة حنان. صباح الخير على المستمعين الكرام. أش أخبارك؟ لاباس عليك؟ الحمد لله. الحمد لله أستاذة حنان، وحنا كنعرفوا أننا معك يمكن كنفضوا الغبار على بعض الأشياء ولا بعض المعلومات اللي ما كتكونش في راسنا وما كنردوش ليها البال في حياتنا اليومية، خصوصا التغذية ديالنا أستاذة حنان. الجهاز الهضمي يعني متعلق بعادات يمكن سيئة اللي كنقوموا بها في التغذية ديالنا، فكنلقاو مشاكل. وكما أذكرت كيقول لك الواحد يعني مصارني منفوخين، عندي لي غاز، بعض المرات كيكون القبض، بعض المرات كيكون الإسهال، يعني اضطرابات هضمية. والسبب فيها هي تنظيم الماكلة ديالنا ولا الماكلة اللي تليق الجهاز الهضمي ديالنا. دونك كما قلتي يا الاخت جيهان، اي حاجه فيها امساك دياغي غازات سورتو في هذا الوقت الاخير وين كنسمعوا بزاف هذا النوع من الامراض. ولكن احنا اول حاجه الحاجه اللي كيجهلوها الناس هي نعرفوا اول حاجه شنو هو الدور ديال الجهاز الهضمي ديالنا قبل ما ندوزوا شنو هي الحاجه اللي خصنا نحيدوا باش نتفاداو كاع هاد الامراض اللي كيكونوا عندنا في الجهاز الهضمي. اوتوماتيكمون اون فوا كنهضروا على الجهاز الهضمي كنهضروا على التغذيه. دونك شنو كنهضر؟ خصنا نديرو نظام غذائي. دونك حنا قبل ما نتحدثوا على النظام الغذائي خصنا نعرفوا بعدا اول حاجه شنو هو الدور ديال الجهاز الهضمي وشنو هو الجهاز الهضمي ومناش كيتكون. دونك الجهاز الهضمي مناش كيتكوننا؟ كيتكوننا من الفم لابوش، المعده لوزوفاج المريء، كتجي المعده، كيجي المعي الرقيق وعاد المعي الغليظ وعاد كيكون الشارج. اييه داكوغ. دونك هاد العناصر هاد المكونات ديال الجهاز الهضمي كل عنصر عنده واحد الدور ديالو. في الهضم كل عنصر عنده الدور ديالو. دونك حنا ملي كناكل واحد الماكله خصنا نعرفوها كيفاش كدوز لينا في الامعاء ديالنا، كيفاش كدوز لنا في الجهاز الهضمي ديالنا، المراحل ديالنا، المراحل اللي كدوز منهم. طيب. حنا عندنا جوج ديال الانواع ديال الهضم اللي كيوقعوا لينا. عندنا الهضم الميكانيكي وعندنا الهضم الكيميائي. دونك لا ديجيستيون ميكانيك اي لا ديجيستيون شيميك. دونك ملي كنحسوا على الهضم الميكانيكي باش كيتم بالفم المعده داكوغ. وكذلك الامعاء حيت كديروا تهما كيديروا لنا واحد الحركه تهما. طيب ضروري تهما ميكانيكي يعني فيهم حركه ميكانيك. ملي كنهضروا على الهضم الكيميائي كيوقع لينا في لوتيوب ديجيستيف كامل من الفم حتى لانيس. كيكونوا عن طريق افرازات هضميه كيكونوا لنا توتو لونغ ديال لوتيوب ديجيستيف ديالنا. هاد الافرازات الهضميه كل حاجه كتفرض لينا على حسب شنو كناكلو، كاينه سكريات، كاينه دهنيات، ولا كاينه بروتينات. داكوغ. دونك كنبداو اول حاجه بالفم. ملي كناخدو واحد الحاجه كناكلو واحد الغذاء، مثلا خدينا واحد الغذاء، هذاك الغذاء ديالنا اون فوا كنحطوه في الفم ديالنا كنحسو بواحد اللعاب كيكون عندنا في الفم. حنا راه ديجا كيكون عندنا اللعاب اللي عطانا الله باش يفزق لينا الفم ديالنا يبقى عندنا ديما ايميد، وعاد عندنا اللعاب الصالح للهضم. داكوغ. دونك اون فوا كناخدو داك لو بول اليمونتي داك الغذاء كيبقى تسيكريت انك تهبط انك تخرج من اللعاب من الفم. هذاك اللعاب شنو كيكون فيه؟ كيكون فيه واحد الانزيم اللي هو مهم اللي هو الاميلاز. هاد الانزيم شنو هو الدور ديالو؟ الدور ديالو هو انه كيهضم لينا السكريات. كدابا اي زعما خدينا واحد الماكله مثلا خدينا الخبز مثلا وحنا كنعرفوا الخبز فيه سكريات اللي هي بطيئه الهضم. اول حاجه اللي هي لاميدون النشا. النشا كتكون من عده من سلسله من الجلوكوز. شنو كيوقع؟ اول حاجه ديك لاساليف كتسكريتي لينا ديك اللعاب كيفرض لينا لاميلاز، وهاد لاميلاز كديغرادي لينا ديك كتفتت فوالا بلاش كتوجدوا لنا المعده. ما يمكنش ندوا واحد الماكله نحطوها في الفم ندوز هكاك نيشان المعده. داكوغ. وحاجه واحده اخرى كتفزق لينا ديك الماكله اللي كناخذوا بحال كتوجدها باش تجي سهوله باش انها تدوز لنا في المريء ديالنا في اتجاه المعده. داكوغ. ابخي كدوز لنا بالحركات اللي قلنا الميكانيكيه كدوز لنا المعده. كتجي المعده كتكمل الحركات الميكانيكيه ديالها. الحركات علاش؟ كطحن لينا داك الغذاء اللي كلينا كطحنوا لينا، وهي ملي كطحنوا الباغوا الغشاء المعده كيفرز لنا واحد المواد هضميه اللي كتكون من انزيمات ومن حمض الكلوريدريك. داكشي باغفوا اللي كنخدم واحد الكميه اللي هي كثيره كتحس بالحموضه. كتفر
فرضنا كيتفرضوا لنا هادو بكميه معتدله ومنتظمه على حسب الغذاء ديالنا، وغادي هذا هو الهدف ديالنا ان شاء الله هذا الاسبوع اننا ننظموا كل حاجه علاش كتوقع لنا الاضطرابات الهضميه ديالنا ان شاء الله. داكوغ، دونك هنا ملي كيتفرضوا لنا هاد الانزيمات والاحماض سميتو الحمض الكلوريدريك، شنو كيدير؟ كيفزق لنا داك كيزيد يطحن ويفزق لنا داك الغذاء اللي كلينا، شنو كيوقع؟ كيدوزوا لنا عاوتاني وكيديغراديه وعاد كيدوزوا لنا الامعاء، ومني كيدوز للامعاء كيدوز على سو فورم دو شيم، كيتسمى واحد كيتسمى واحد الخليط كيولي سميتو لو شيم. ومني كيدوز لنا الامعاء هنا كتفرز لنا البنكرياس واحد لاميلاز عاوتاني كيتفرز لنا كذلك البنكرياس. وهذا البنكرياس شنو كيدير؟ هذا شنو كيدير عاوتاني في هذه المنطقه؟ شنو كيدير كيديغرادي لنا البروتينات وكذلك دوك السكريات اللي كنا ديجا حنا بدينا الهضم ديالهم في الفم، ما تبقى فوالا. بحال دابا مثلا لو لاكتوز كيتولي لنا لاكتاز، داكوغ، مثلا فهمتي كيولي لنا لاكتاز. بحال دابا البروتينات كيتحولنا الى احماض امينيه، لي زاسيد امينيه. والدهنيات باش كيديغراداو لنا؟ كيديغراداو لنا بشي واحد الماده كتكون عندنا في المراره كتسمى لابيل، كتحولنا الدهنيات الى احماض دهنيه. ومني كيتحولنا هادو البروتينات تحولنا الاحماض امينيه، الدهنيات تحولنا الى احماض دهنيه، السكريات تحولنا ديك الساعات الى جلوكوز. شنو كيوقع هنا؟ كيمشيو لينا فيغ لانتيستان، هاد لانتيستان غليت كيمشي فيغ لانتيستان غير لو غو انتيستان، المعي الغليظ. ملي كيمشي لنا المعي الغليظ كياخذ الجسم داكشي اللي بغا باش كيمتصو الخلايا ديال الجسم، باش يمشي يدوز لنا في الدم داكشي اللي ما بغاش كيدوز لنا فورم دو ديشي. البقايا، دوك البقايا هما اللي كيعطيونا باش كيخرجوا لنا من الشرج. داكوغ، وفي هذا الانتستان غير شنو كيطرا؟ كيطراو كذلك امتصاصات في الفوق ديال الانتستان غير اللي هو الماعي الرقيق، كيطرا لنا امتصاصات ديال الفيتامينات والاملاح المعدنيه وديال البروتينات والدهنيات والسكريات وكذلك الحديد. داكوغ، ولكن في الاخر ديال الماعي الرقيق كيتم امتصاص الفيتامينات من نوع بي 12. داكوغ، دونك الى لاحظتي كل جزء من الجهاز الهضمي ديالنا عنده واحد الدور مهم. دونك اي حاجه، اي خلل في الجهاز الهضمي وقع في هذه الادوار هذه، فوالا كتلغي لنا واحد الدور من الادوار. داك الشيء وهذا الشيء مناش مع على حساب التغذيه ديالنا. واخا كناخذوا الدواء، واخا ناخذوا ما عرفتش شنو خدينا، الا ما نظمناش الغذاء ديالنا الاساس. فوالا الاساس هنا شنو كيوقع؟ يقدروا يطر لنا اضطرابات هضميه. واللي ذكرتي منهم انهم الناس كيقدروا يجيهم اسهالات، كاين القبض، كاين قرحه المعده، تماما كاين قرحه المعده، كاينين الناس اللي كيجيهم مرض القولون الملتهب تا هو ان شاء الله غادي نشوفوه هذا الاسبوع ان شاء الله. وكذلك بالنسبه للناس اللي عندهم حساسيه الجلوتين، هذه حساسيه الجلوتين كتكون متعلقه بالوراثه وكذلك بعض الخلل في بعض الامتصاصات ديال واحد المواد اللي غنهضروا عليهم ان شاء الله. الجهاز الهضمي دونك هنايا شنو كنصحوا المستمعين الكرام ان شاء الله؟ دونك حنا بويسكو مازال ما بديناش نهضروا على هاد الامراض هادو، كنصحهم اول حاجه يبداو معنا من اليوم ان شاء الله ياخذوا لنا التغذيه ديالنا في الوقت، ويبعدوا لنا من الحاجات المتهلقه لي. نعم، وما ياخذوش كميات كثيره، يبداو لنا بعد هذا النهار هذا الشيء. وغدا ان شاء الله نقولوا كل ناخذوا كل جهه كل بارتي في وشنو هو الدور ديالها بالضبط، وشنو المرض اللي كيقدر يصيبها. نعم، وهالحميه الغذائيه اللي غادي نقدروا نديروها ان شاء الله. شكرا لك استاذه حنان على كل هذه المعلومات، ودائما معنا منوره بافكارك وبنصائحك وبخطواتك استاذه حنان في عالم التغذية. خلينا على خير.